ألمي بلانت، الجيل الجديد من مستحضرات العناية بالبشرة الخالية من البارابين والملونات الاصطناعية. بيوتان، العلاج الأكيد والمميز بالعسل والمواد الطبيعية لكل أنواع البشرة، والأفضل لحب الشباب والكلف والنمش. ألمي بلانت لعلاج السيلوليت بواسطة المفعول الحراري. ألمي بلانت سان كير بروتكشن. ألف اعتمدوا بيوتان وألمي بلانت. موعدنا يومي بعد أخبار 9:15 لنتعرف على ألمي بلانت وبيوتان. يباع في الصيدليات. ضمان النوعية من شركة لويدس العالمية. ولتحصلي على سوا دو فيزاج مجاني وتقابلي أخصائية التجميل، اتصلي على 05-457-217. مثل العادة بنستضيف بحلقتنا توني من بيوتن وألمي بلانت لنعرف أكثر عن برودويت الجديدة. أهلا وسهلا فيك توني. أهلا فيك توني. شو بدنا نحكي اليوم؟ حاطط لي جام طويلة عريضة من الأنانة. هودي الجام لبروتكسيون سولير. اليوم هذا الموضوع رح نركز عليه. السان كير بروتكشن. اليوم رح نركز شوي عليهم لأنه هلأ موسمهم. بس قبل بدنا نحكي موضوعين. أول شيء أنه رح نعمل مسابقة هالجمعة، يعني بنتمنى من اللي بده يسمعونا ينتبهوا كتير لكل كلمة رح تنقال. نعم. وخصوصا المعلومات اللي انت رح تعطيها مش أنا. انت عرضت معلوماتك قوي، معلوماتك منيحة لأنه انت عم تجيب لنا الفيدباك تبع نتيجة البرودوي للي عم بيستعملوه. أول شيء نهار الجمعة الراد رح نعمل يعني رح ينسأل أسئلة عليك بكون مرة هالأسبوع هيدا. الجائزة أو البري رح يكون مجموعة من ألمي بلانت، يعني رح تتضمن ليدي ماكيان، رح تتضمن سكراب كريم، رح تتضمن ماسك كريم وكونتور دزيو بما يعادل 8,200 و5,000 ليرة اللي هي ثمن المجموعة الكاملة كل الجام يعني. ايه يا بلاش حلوين هيدي. لا غير بغير ماركات اذا بدك تاخذهم كلهم هودي مش اقل من 300 دولار بيطلع حقهم. بس خبر الناس انا هلا شو عم بعمل. خبرهم هلا عم تعمل برونز. عم بعمل برونزاج بدون برونزاج. بدون برونزاج عم تستعمل السومبريرو. لا هو هيدا السومبريرو هو مستحضر الاسمرار، يعني هيدا بيعدل الاسمرار وقت تكون على البحر. يعني اذا واحد كان ابيض ابيض ممكن يسمره. لا مش تسمير لوحده هيدا. بيعطي برونزاج، بيعطيك برونزاج موحد على البحر بشكل كامل، بالوقت ذاته بأمن الحماية وبأمن ترطيب البشرة. فإذا السامبريرو فينا نشوف البرنيطة المكسيكية مع البساط المكسيكي. صحيح كتير كتير مهم هيدا. من شو مؤلف توني هيدا؟ هيدا أكيد في البروتكسيون الفلتر اللي موجود على بكل البرودويات، بس ميزة الألمي بلانت وكل الجام تبعها أنه هيدا في كمان مرطب وفي حماية للبشرة. يعني في الأفوكادو أويل، زيت الأفوكادو وزيت الزيتون موجودين بهالبرودوي هيدا. لكن بيعطي البشرة اسمرار موحد وطبيعي 100% أكيد. ايه مية كله طبيعي. بس تنذكرون ما عم نحكي شيء في تركيبات كيميائية. لا هيدا طبيعي. غير عن البروتكسيون بأمن، في كمان ترطيب، بيعمل ترطيب، بيمنع حروق الشمس، بيدخل البشرة بسرعة، بيعمل مثل ما قلنا اسمرار موحد، وبيحمي من التحسس يعني الحكة اللي بتصير على من الحريق، وبيعطي بروتكسيون أكيد من الألترا فيولي ومن الأشعة الشمس اللي هي مضرة. هلا بالوقت ذاته بشكل مغاير لكل الجام الكلاسيك الموجودة للبروتكسيون سولير اللي بالسوق، هيدا فيه مثل ما قلنا زيت الأفوكا، أفوكادو أويل. شو فيه زيت الأفوكا؟ زيت الأفوكا بيرطيب وبيحمي البشرة. وبالوقت ذاته هو من أهم الزيوت التجميلية اللي عنده خصائص مجددة، ملطفة، شافية ومغذية. هيدا الأفوكادو أويل. زيت الزيتون معروف أنه هو مضاد للأكسدة، أنتي أكسيدان وللالتهابات، وبغذي الطبقة السطحية للبشرة وبخفض المفعول السلبي للعناصر الطبيعية على البشرة. يعني اليوم عندك أكثر من أنه بس عم نعمل بروتكسيون، عم نحمي، عم نرطب، عم نغذي،
عم نعمل كل البروتكسيون، وبتحس وقت ينحط هيدا مش بس انه عم نحمي من الشمس، لا عم نحمي وبالوقت ذاته عم نغسل ونرطب يعني. وريحته كتير حلوه. انت هيدي انت شم هيدا الريحه عليك، انت ما بتوصل للمستمعين عن جد الريحه كتير حلوه. حدا مره سالني معقول عم تستعملوا كريمات طبيعيه وفيها بارفان للتوضيح؟ ايه فيها هلا، فيها هالمواد، هالمواد مش طبيعي. عم نحكي عنها، عم نحكي على الجام بيوتين، الجام بيوتين كلها. ما احنا حكيته هي، عم برجع بكرر انه فيها كثير من الزيوت اللي هي تعتبر موجود، اللي هي الموجوده بالبرفان العادي اللي بيجي من برا. انه البرفان منين بيجيب ريحته؟ بيجيب من الازهار. ما في برفان الا قبل طبيعي. ما تفوت على المعامل وتصير مركب، ما كله بيجي هذا البرفان اللي بينعمل للشركه للماركات العالميه، هذا بيجي كله من الطبيعه من الازهار. وبيحطوا هلا هودي موجودين بالالمي بلانت. كل الزيوت اللي هي بتشكل بمطرح من بوقت بمطرح من المطارح للشركات الكبيره اللي بتعمل برفان، هي المصدر الريحه او الخلطه لكذا ريحه بتعمل هيدا، موجوده كلها بالالمي بلانت كزيوت بس بكميات مكثفه لانه علاجيه. يعني عم نحط، مش عم نحط بس ريحه، عم نحط مفعول، عم نحط طاقة كلها تبعيتها، طاقة كلها تبعها لا تشفي، وبالتالي الريحة موجودة تبعها، وهالريحة بتضاين مثل ما شفت أكثر من نص ساعة أو ساعة، مثل ما هو بالبرفان يمكن أو ساعتين، بضاين لفترة طويلة لأنه الكونسنتراسيون تبعها كتير عالية. ومن هون قيمتها. ننتقل لبرودوي تاني، لعلبة تاني. شو هي هاي؟ هيدا أفتر سان. After sun. يعني بعد ما يكون راح طلعوا قعدوا نهار بالشمس بيطلعوا بيحترقوا. وانا راح اقول لك هون بين هيلين، خصوصا اللي بشرته كثير بيضاء بالاول باول فترات، او بعدين يمكن تيجي الشمس كثير قويه بينسوا اوقات يحطوا البروتكسيون سولير، بيطلع الواحد محروق. عاده في بالكلاسيك في سبرايات بالسوق بياخذها بحطها، بتكون فيها نوع من مخدر للوجع. للوجع لا، بالنسبه للافتر سان السومبريرو اللي بيروق الجلد هو الالوي فيرا والاوكاليبتوس، زيت الاوكاليبتوس، وهيدا من اهم ما نوجد بالنسبه للافتر سان، يعني لا تطفايت الحريق بالجسم. وهون كما كنت عم اقول لك بين هيلين، انه انا اللي خليني فوت على الالمي بلانت وراقب الالمي بلانت، انه من حوالي 10 سنين كنت على البحر باوروبا احترقت وظهرت لاشتري، كان هالسومبريرو تبع الافتر سان تبع الالمي بلانت موجود باحدى الصيدليات، اشتريت منه وحطيت، وانا عادي جلتي شوي بيضة يعني حساس على الشمس، اشتري كل هالاشياء السوفيستيكال اللي موجوده بالسوق اللي هي حتى ما تحترق وتعبي مي ايوه دغري اشتريت الالمي بلانت وحطيته على جنب، ما في بعد 10 دقائق كانه نار وطفيته، ومن وقتها حتى ريحتها ريحتها كتير حلوة. ما عملك هيدا ريحة الأوكاليبتوس اللي عم بتشمه هلا، بقى بتحس أنه نار وانطفت، وكتير مهم. وهيدا لحظتها يعني ما بدأ وقت كتير للطفل لهيدا، كتير مهم السومبريرو الأفتر سان. بنرجع منفوت على الجام التاني، هي بروتكسيون سولير اللي لونه أزرق، هودي لونه أصفر العلبة تبعون أصفر وموف والغطا موف. عم بنرجع منفوت شوية بالأزرق اللي هو بيعمل بروتكسيون بدون اسمرار، هيدا بروتكسيون سولير كمان، هيدا بيعتمد على البروتكسيون العادية بالوقت ذاته، في كتير من المواد الطبيعية من البلاك بيري اكستراكت، البلو بيري اكستراكت، الماري جولد، الراسبيري، الروز بيتال، يعني الموارد، شيا باتر، كلهم هودي كمان زيادة عن الحماية بيرطبوا الجلد. انا ملاحظ كل الجام تقريبا هدفها مش بس حماية او تعطيك لون او افتر سان، كمان فيها ترطيب، كلها فيها ترطيب، وفيها لانه البشرة على الشمس والرطوبة بتنشف 100%. هيدا عم كمان بالوقت ذاته عم بتعالش، يعني ما عم بتخلي البشرة تتأثر وتاخد المفعول السلبي تبع الشمس، يعني بالوقت ذاته عم بتكون على البحر عم تاخد شمس، وبقى زيته عم تنحمى من ضربة الشمس، من خصوصا الناس اللي ما بينتبهوا انه مش لازم ينزلوا على البحر بفترة الظهر لان تبقى الشمس قوية، هاي مفيدة جدا لهم، كتير مفيدة. وفي مثلا كمان فيتامين او، الفيتامين او مثل ما حكينا هو بحد من الشيخوخة المبكرة للبشرة، الاو هيدا كله موجود، الفيتامينات هيدا. نحن ما بدنا نقول جربوا، نحكي يعني قد ما نحكي بهذا الموضوع، هيدا اكسسيبل اليوم، كل يوم كل جمعة يمكن العائلة إذا بتروح على البحر بتشتري علبة، قادرين اليوم يجربوا، موجود بالصيدليات يجربوا
ويقرروا إذا بدهم يكملوا فيه بدو ولا بدهم. تقريبا شو الأسعار مثل الألمي بلانت البروتكشن؟ هلا الاسعار منا كتير يعني خصوصا بشهر اب لان البروتكشن بعد الاوفر ماشي ال 12 البروتكشن سولير ال 12 حقها بال 21000 ليره الافتر سان حقها 18000 هيدا عم نحكي ب 200 مللتر يعني كميه منيحه نعم اصلا مره واحده بزياده يعني ما بدها ايه بعد بدل بالاول بدها تنحط مره واحده في للاولاد كمان كثير فورمول كثير حلوه فيها مع طعمتها على فريز وفيها تلوينة طبيعية بس ليعرفوا وين على جسم الولد ما إجا كريم بالأول وخلال دقايق بيختفي اللون يعني بس لحتى وقت بدهم يحطوا له الكريم يعرفوا إذا بقي في شي منطقة ما فيها كريم هيدي حق 35000 خلينا نتقل الألمي بلانت السوداء البني هلأ في الألمي بلانت عامل قام جديدة هاي سنة جاية رح تنزل على السوق أغلى من هيدي كتير حلوة هيدي فيها كتير فورمولات كتير مطورة أغلى من هيديك يمكن غالي بسوق عم ندرس إمكانية طرحها بسوق هون لأنه ما شوف بعد ما في منا بلبنان هاي لا هودي الأمبلاجات مش للبيع الجديدة يعني. هودي مش للبيع هودي إجوا الإشانطيونات وصلوا المفروض يكونوا سنة جاية بالسوق أغلى رح يكونوا أغلى بكتير من القامل العادية الموجودة عم ندرس إمكانية إدخالها على السوق ولا هو كلهم سبراي توني في قسم سبراي وفي قسم كريم منه حسب عادة السبراي بيكون أغلى لأنه سبراي أهون يعني محطط له المادة نشرة أكتر هاي تتعمل برونزاج هيدي للبرونزاج مثل ما حكينا هي بالسومبريرو بصير لونه بني يعني بدل ما تكون صف أصفر بصير لونه بني والبروتكسيون سولير العادية بصير لونه أزرق مع أورانج مع أورانج وال أزرق مع أورانج ايه هيدا املنا يمشوا مع بعضهم لترتاح البلد ان شاء الله من هلا لسنت الجاي بيصيروا اثنيناتهم يستخدموا ما بعود على بقاطع لانه لون معين فيها حبيت الفكره ايه نرجع كمان لبروتكسيون الافتر سان بيصير لونه رصاصي على ازرق فاتح ازرق سماوي كمان بدي ارجع اقول مره جربوا لانه ما حدا جرب تجربة اكبر منها ما حدا جرب ان كان البروتكسيون سولير او الكريمات او اي شيء الا ما اعتمد وكفى بالالمي بلانت وبالبيوتان وهيدي من الحسنات والشيء اللي بيطمن للمستقبل انه هالقام رح تكون الى مستقبل كتير مهم بلبنان وغير دول نحن وكلة مش بس للبنان للشرق الاوسط وهون كمان مدام حكينا بهالموضوع اذا في وكلة عم ناس بتحب تشتغل بالدول العربية بالألمي بلانت والبيوتان نحن بدنا وكلة خاصة هلأ بأول فترة بالمرحلة الأولى بدبي ايه بدبي وبعدين الدول العربية نحن وكلاء كما أنه مطلوب وكلاء للمناطق اللبنانية الباع شمال وجنوب خلينا نذكرون بالبيوتان للستات والشباب اللي بيحبوا يستعملوه كمان أنه هو برودوي من العسل عسل ومواد طبيعية هيدي القام البيوتان كتير مميزة رح نرجع نذكر شوي بالألوان لأي أوجه البيوتان الأخضر هو اللي فيه سبيرولينا البيوتان الزهر هو اللي فيه ويت جيرم أويل هودي للبو نورمال وميكس للبو بيستعملون على بكرة وعشية ما بعد ما يغسلوا وجهه صبح وعشية وهيدي القام البيوتان ضرورية جدا لإزالة لتروح التشاتل على الوجه خاصة بهاي الفترة من السنة يعني مش ضروري اللي عمل تاش وجهه والست اللي عملت بقع تروح على المبيضات لأنه اليوم الحق الأطباء عم بيوصفوا مبيضات شيميك لحتى تقيم التاج تبع الوجه البيوتان كفيل بالعسل الموجود فيه وبشكل طبيعي أنه يزيل قسم كبير من هالبقع بالوجه هلأ ضروري يبلشوا استعمالهم ما حدا جرب البيوتان ونحن أكيدين منه إلا ما اعتمد بيوتان ما عاد غير على الماركات التانية والأكبر الماركات العالمية البيوتان البني هو على العسل والجوز والعسل جوز وكستنا هيدا للبشرة الدهنية للبشرة الجافة في اللون الأورانج والكريم على أصفر غامي هودي على زهر الزيزفون وعلى السي باكترن أويل هودي للبشرة الجافة بدنا نذكر رح نقول أنه نحن بدنا بهمنا أنه كل الناس تجرب لا يعرفوا شو قيمة البيوتان والألمي بلانت بتعرفوا كمان شو قيمة المواد الطبيعية اللي موجودة ما هني وقت يجربوا ويشوفوا كيف ردة الفعل على الوجه وقداش مبسوطين فيه لهالبرودوي على وجههم صار بتعطيك إكلا هيك ما بعرف ما خبرني أنت يمكن مدامتك بلشت إلى أسبوع جربت شو كانت نتيجة عم طلع بغير أسرت بقى أعطينا إياها جديا عم يصدقوا المستمعين
ليه عم تبهرك كتير مع بقى مش عم بقدر شوفها بزيادة. لا عن جد بتحس الوجه ضوى، بتحس فيه هيك إشراقة بالوجه. ما هذا لأنه هذا الهدف تبعه، الإكلة اللي بيعطيه العسل. تاني شغلة فيه النعومة، يمكن أكيد بتكون جربته، شفت قديش صار نعم وجهنا أكتر ما كان أسبوع الماضي. مشان هيك هالتجربة اللي عم نعملها، التجارب اللي عم تنعمل، عم تنعمل بسوان سوان دو فيزاج جراتوي بالصيدليات، لحتى بس الناس تيجي تجرب وتشوف إمتى. نحن مش خايفين أن الناس تجرب، بالعكس نحن بدنا الناس تجرب، بدنا الناس تحكي بين بعضها ليعرفوا اللي جربوا شو كانت النتيجة عندهم لنعمم الفايدة. مثلا اليوم بما أنه ما فينا نعطي أسامي، لا رح نعطي المنطقة، رح نعطي المناطق وين في المنطقة، واللي بده واللي بتحب، الست اللي بتحب تعمل سوان بتتصل بالشركة على 054572117. اليوم الاثنين في سوان بحمدون وبالبيسيرية بجنوب، بكرة الثلاثة في بكورني على كورنيش سن الفيل، نهار الأربعة في بصيدا، نهار الجمعة 14 في بالبيسيرية بجنوب، كمان التنين الجاي 17 آب في بعلي، وكمان بالوقت زيته في بعيشة بكار ببيروت، الثلاثة 18 في بالحمرة، الأربعة 19 كمان بالحمرة، والخميس 20 كمان على الصنايع بالحمرة في سوان، الجمعة 21 في ببرج حمود، 2/24 في بالحمرة، 3/25 في بالجديدة، وال4/26 في ببرج حمود. أي ست حابة تعمل سوان مجاني وتتأكد من الألمي بلانت والبيوتان تتصل على 054572117 ليدلوها بأي فرمشية. طولي عم تشوفوا كيات صعبة بالبشرة؟ في كتير كيات صعبة، في كتير كيات الأطباء رفعوا إيديهم عنه، يعني ما في. ونحن هون بدي أقول لك بالأكنية بالأنتي أكنية بحب الشباب، العلاج اللي عم يتاخد من الألمي بلانت هو الأفضل وقطعا وبدون أي منازع، ونحن تحدينا بهذا الموضوع. أصعب كيات تجي لنعالجها بموضوع البشرة الكتير حساسة، يعني الكوبيروزيس، هيدي بدنا نحكي بحكينا بعد فيها، يعني اللي بتبقى الحمرة وما ولا أي كريم بيجي عليها. العلاج تبعها مع الماسك الأنتي كوبيروزيس تبع الألمي بلانت عم بحللها مشكلتها، وهيدا ما في طبيب أو ما في حتى دواء بالسوق عم بيقدر يحل هالمشكلة هيدي. كتير من الحالات عم بيجوا لعنا بعد ما يكونوا رفعوا العشرة وبعد ما يكونوا يقسوا عم تنحل مشكلتهم بشكل كتير سبكتاكولار، يعني كتير عم بيتعجبوا أنه كيف هالقام عم بتعود كل النقص اللي كان موجود بالسوق من الكريمات ومن غير برودويات. شكرا لك توني لحضورك للاستوديو. نحن بنقول لك اكيد موعدنا رح يكون معك بكره ومع هالبرودويات الطبيعيه، ومنذكر بالمسابقه يعرفوا يكون، لانه نهار الجمعه رح ينسال اسئله، والجائزه رح تكون مجموعه كامله من ألمي بلانت اللي حقها 200,000 ليره، واكيد يمكن يكون في جوائز طرديه اذا بدنا نربح بس شخص واحد. ان شاء الله يكونوا على السمع على طول، المهم يكونوا على السمع ليربحوا هالقام كله سوا، اللي هي حقيقه النعمه رح تكون لهم. بيضلن مركزين مزبوط، ويقولوا كلهم لأصحابهم يسمعوا، لأنه كتير مهمة اللي عم نحكيه هيدا، خاصة بالمواضيع الفنية والعلمية. شكرا لك توني، وشكرا كمان لشركة بلانتس هاي تك، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ألمي بلانت، الجيل الجديد من مستحضرات العناية بالبشرة الخالية من البارابين والملونات الاصطناعية. بيوتان، العلاج الأكيد والمميز بالعسل والمواد الطبيعية لكل أنواع البشرة، والأفضل لحب الشباب والكلف والنمش. ألمي بلانت لعلاج السيلوليت بواسطة المفعول الحراري. ألمي بلانت سان كير بروتكشن. ألف اعتمدوا بيوتان وألمي بلانت. موعدنا يومي بعد أخبار 9:15 لنتعرف على ألمي بلانت وبيوتان. يباع في الصيدليات. ضمان النوعية من شركة لويدس العالمية. ولتحصلي على سوان دو فيزاج مجاني وتقابلي أخصائية التجميل، اتصلي على 054572117.